يعني جايز انه فعل خير جدا ان قضيه الحاجه سعديه اوشكت على الانتهاء بشكل كبير بما يحقق لها الانصاف والعداله. الحاجه سعديه هي كمان ما تختلفش عن المشهد اللي احنا شايفينه. هي تعبير عن المواطن المصري البسيط، ست بسيطه جدا زي اي ام، شبه كل امهاتنا زي ما بقول دايما. يمكن انها بسبب طيبتها الشديده، عفويتها، تلقائيتها، انه حد يقول لها تعالي اطلعك عمره وهي بتحلم بده، ست 75 سنه وعايزه تحقق هذا الحلم قبل ما تموت، يعني ربنا يديها الصحه والعافيه. لكن تقع في يد شياطين بيستغلوا رحله دينيه بهذا الشكل، العمره اللي بيحلم بيها كل مسلم يعني ونفسه انه يحققها، ويستغلوا رحلات من هذا النوع، يديها شنطه مليئه بالترامادول. كلنا تعاطفنا مع الحاجه سعديه شعبيا ورسميا داخل مصر وفي السعوديه ايضا، حتى السلطات السعوديه. صحيح لازم يكملوا الخطوات القانونيه، لان في مواد مخدره دخلت للبلاد، في حقيبه بتحملها هذه السيده، لكن بيبقى عندك اليقين الكامل وعندك الادله اللي محتاج انك انت تخليها ادله قانونيه علشان تستطيع انه يتم الافراج عنها. وتابعنا حالتها، وكان معانا قنصل مصر في جده السفير حازم رمضان، وقال لنا انه حتى يعني استخدم تعبير ان السلطات السعوديه بتعاملها يعني كما لو كانت اما لاي مسؤول يعني، وبيعاملوها كمان فوق المستوى اللي يمكن لاي حد انه يتخيله. ليه؟ ما هي ست ضحيه طيبتها الشديده يعني. تعاطف معها الجميع. النهارده تم القبض على عبد الله المتهم الاساسي اللي كان هو الوسيط الاساسي بيصفرها، واللي لو نجيب كمان يا جماعه المكالمه بتاعته تبقى جاهزه، اللي كان مع السيده نحاول نجيبها تبقى جاهزه معانا. لكن تعالوا نشوف اولا هذا التقرير عن القبض على المتهم الاساسي الوسيط الاساسي اللي هو اداها الشنطه اللي فيها الترامادول، واللي ادى في النهايه الى القاء القبض عليها ظلما. عمت حالة من الفرحة والاستبشار بين أهالي وجيران ضحية العمرة المزيفة الحاجة سعدية، التي سلط العاشرة مساء الضوء على محنتها، وذلك بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم الذي استغلها في تلك القضية. الفرحة عندي النهاردة فرحتين، فرحة براءة أمي وفرحة الرئيس السيسي، نجح له ألف 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 مليون مبروك. كل الناس جاية يهنونا ويشاركونا فرحتنا في القبض على المجرم ده النهاردة. بشكر شباب بلدنا وكل شباب مصر وكل تعاطف معانا، واعتبر كل سعدية أمهم ووقفوا معانا وساندونا ووصلوا صوتنا لأعلى السلطات. وأنا مبسوطة والله، كنت زعلانة عشانها قوي، كنت عايط عشانها. يعني احنا فرحانين لها قوي قوي قوي، ويحيى مصر، ربنا يخلي السيسي يا رب. وبشكر شرطتنا، احسن جهاز شرطه، احسن وزير داخليه، احسن رئيس. بشكر السلطات السعوديه ان مسكوا المجرم ده في وقت قليل قوي، وهتظهر بلد الحاجه سعديه وترجع لنا بالف سلام، هترجع لحبايبها كلهم. وبنشكر كل من قام معها وتعاطف معها، بنشكر كل الناس اللي تعاطفت معها، وبنحمد ربنا ان القبض عليه واتمسك. وطبعا في نفس الوقت بنقول للسلطات السعوديه والملك سلمان يعفو عنها، طبعا طالما المجرم اتمسك يعفو عنها ويرجعوها. طبعا هي في قلق واولادها في قلق، احنا طبعا فرحنا وفرحانين، بس لسه طبعا الفرحه ما كملتش، بنتمنى من ربنا رجوعها.